مع انتشار فيروس كورونا بكل أنحاء العالم كثرت الأفكار والمفاهيم الخطأ. صار لازم نصحح هاي المفاهيم. مثلاً أنا خايفة إنه بابا ينصاب بفيروس كورونا لأنه كبير بالعمر. ما في داعي تخافي، تبعي قواعد الوقاية وتذكري إن المرض بيصيب كل الأعمار. وهلأ لراحة بالك، خلي مصدر معلوماتك موثوق ولا تستمع للشائعات.